اجي ونحضروا هذه التحليه ديال فلون كراميل، كتجي سهله وبسيطه ودغيا كتوجد، والمقادير اللي هي بسيطه واقتصاديه. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. كنجيب كاسرول وكندير فيها كاس ديال السكر وكنخليها تذوب باش نوجدوا الكراميل ديالنا حتى كيذوب ليا السكر بحال هكا كيبدا يذوب. وعاد كنستعمل واحد ملعقه خشبيه، ضروري تكون من الاحسن تكون خشبيه، وصافي كنبقى نعاون بحال هكا باش كيذوب ليا داك السكر حتى كيولي كراميل بحال هكا. ما تخليهوش يتحرق، بارك عليه اي بحال هكا صافي. وغنطفي عليه وغنبقى نمشي نديرو في الليمون ديالي. وكما قلت لكم معلقه ما خاصهاش الخشبيه، وخاصها تكون ما سرداش باش ما كيضيعش لينا داك الكراميل. صافي كنوزع الكراميل ديالي بحال هكا على لي طاس اللي عندي هنايا، وكنمشي نوجد الكريمه. عندي نص لتر ديال الحليب وكنزيد عليها معلقه جوج معالق ديال النشا، وغنزيد عليها واحد الفلون. انا استعملت هنا رويال، تقدروا ديروا اي فلون، درت فلون رويال، تقدروا اي ديروا فلون بنكهه الكراميل. صافي كان صراحه هذا الفلون رويال كيجي زويون، ولكن تقدروا ديروا اي فلون غير هو يكون بالنكهه ديال الكراميل. صافي كنبقاو بحال هكا حتى كيعطينا بحال هكا قوام اللي هو كريمي، وكنوزعوا الفلون ديالنا على لي طاس اللي عندنا. صافي كنوزعهم بحال هكا وكنخليهم يبردوا، كيبردوا واحد دغيا دغيا كيوجدوا واحد ساعه حتى لساعتين. كنخليهم الاول يبردوا هنايا وعاد كندخلهم للثلاجه، وصافي كنقدموهم بصحه وراحه. تقدروا تزينوهم برقائق اللوز ولا تحطوهم بحال هكا، راهما كيجيو لذادين في المذاق. غير جربوهم وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. كما كنقول لكم دائما دمتم في امان الله، الى وصفه لاحقه، الى اللقاء.